السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس كاع؟ لاباس عليكم. هاني نشات عاودو، كلشي بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحة جيدة ونهاركم مبروك. صباح عليكم. دزارتي انا دايره جرين فيولا، وغادي نصوب معكم واحد الغريبة سهلة 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 مهلة. ما فكرت اليوم عاد غادي نصور اليوم عيد ميلاد ديال بنتي. الله يخلي لكم تاتوما وليداتكم وما يعز عليكم. اليوم عاد 18 عام بنتي، اليوم دارت 18 عام، وغنصور ليها واحد الغريبة عزيزة عليها بزاف. واخا جبت ليها شريت ليها التورطة، وغادي نديرو ليها الحفلة ديالها هنايا عندنا في الدار. غتجي عندي دوزتي شيخي وطفلتي. هادوك ما غادياش ندير معاكم الفيديو، ما غادياش نتيغلو شي بانو، وغادي نحضر معاكم داكشي اللي قسم الله، وغادي نبداو بسم الله على بركة الله. عندي جوج بيضات، وعندي غندير واحد معلقة ديال الخميرة ديال الحلوى والفاني، وعندي كاس ديال السنيدة، وعندي 50 غرام ديال الزبدة كندير فيها أنا الزبدة، وعندي سميتو الفينو، تنصوب أنا بالفينو. داك الحرش هنايا في طاليان تيسميوه السيمولينو، باش تيصاوبو مع واحد السيمولا. وغادي ندير معاها معلقة ولا ما واصلاش ديال الخل شوية والملحة. صافي، هادشي هو اللي غادي نحتاج ليها. دابا راه صوب الطاوله اللي بلا درتها طيب، وما شاركتش معاكم، قلت علاش ما نشاركش مع البنات، قلت غنصوب وحده اخرى ونشاركها معاكم. وغادي نبداو بسم الله على بركه الله. جوج بيضات ها هما، فينا هي الاخرى، غاسلاهم قاداهم. والقشور ديال البيض راكم عارفين البنات، ما غاديش نلوحهم، راكم عرفتوا اش تندير بهم. وغادي ندير سنيدة، كاس ديال السنيدة، وغادي ندير الزبدة. هاهي الزبدة، الزبدة تكون الحرارة ديال المطبخ. طاحت ليا فيها، معليش. وغادي نحيد هاد الزبدة من هادي، غنرقبو الحفلة. وغادي ندير معاها واحد شوية ديال الملحة، ها شوية ماشي بزاف، نمسح يديك الله يكيدي. وغادي نحك معاها واحد قشرة ديال الليمونة البنات، ديال البرتقال. نتوما لو بغات ديرو فيها الحامض ديرو فيها القشرة ديال الحامض، أنا غندير فيها. صافي، ها باش تلسمها. وغادي نخلط هادشي كامل مع بعضياتو بحال هكا. هاد الغريبة البنات ساهلة ماهلة، وما ما تحتاجيش ليها داكشي بزاف، حيت هادشي كاع تيكون عندكم في الدار، البيض والزبدة. و لا مبغيتوش ديرو الزبدة ديرو الزيت، كله كنت يرتاح. ها التمرة في ساعة تتخلط، لا كانت الزبدة الحرارة ديال المطبخ ما تتبقاش قاصحة زعما. غادي ندير معلقة ديال الخمارة ديال الحلوى، هاهي نحيدها. غادي ندير معاها الفاني، الملحة ما عرفت واش درتها ولا ما درتهاش، ما عرفت، بغيتش عاقل ندير شوية درتها ولا ما درتهاش، ما عرفت تنسى. هنا غادي نتنا غنمشي نشوفهم لا يتحرقوا لي هذوك اللي درت في الفران. واحد شويه غادي نطفي عليهم وصافي. ودابا غادي نبدا ندير فهاد السميدة فينو ولا واش تيسمي. وغادي نخلطهم كاملين مع بعضياتهم،
غندير واحد المعلقه ديال الخل اللي قلت لكم ما واصلاش، ما غنعمرهاش بزاف باش تجي تجي رطبه بالخل. درت فيها كاس، غادي نزيد كاس اخر هيك باقا جاريه. ها هي بدات تتجمع دابا بحال هكا. صافي يمكن بركه عليها. شتو البنات هي تجمعت دابا. تصوف الا كان عندكم جاي شي واحد، كان عندكم شي واحد، كان جاي عندكم شي واحد ضيف ولا بالزربة تتصوبي بحال تتصوبي الخرشة وصافي. المهم انا غادي نقعد دابا خلطت، غادي نحيد هادشي من قدامي ونوجد الطاوة نوريلكم غادي ندير ليه. ها هي البنات بعد ما جبت الطاوة دابا درت فيها الكاغط ديال الفران، غادي ندير واحد شوية ديال الزيت في يدي باش ما باش ما تلصقش ليا زعما في يدي، وراكم عارفين وديروا ليها بحال هكا. ديرو مكويرات ما كبارش بزاف وتبعدهم على بعضياتهم بحال هكا. راكم عارفين كتا تجي غريبه غريبه، راه هي ساهله كاع شي زعما شي حاجه واعره. بعدهم على بعضياتهم باش ما ملي يطيبو ما يتلاصقوش بحال هكا. واخا اختكم عزيز عليها الكبر، اي حاجه تنديرها كبيره، مسمن نديرو كبير عزيز عليا الكبر انا باش ما تنضيعش الوقت زعما بزاف. وهادشي لك المهم. ها الغريبه ديال اليوم غادي نبقى غاديه بهاد الطريقه تا نساليهم كاملين ونعاودو نتلاقاو ونوري لكم اش غادي ندير ليهم. البنات بعد ما ساليتهم كاملين ها هما، هاكي عندي طاوة اخرى هنايا ساليت كلشي. انا غادي ندير معاكم دابا كي غادي ندير تنزوقهم، غتجيبو هادي ديال العصارة ديال الليمون باش تزوقهم من الفوق بحال هكا. ندير بليمنة العصرية تجينا ثقيلة ها باش تعطي واحد المنايضر زوين وصافي. بحال هكا ولا عجبكم لا عجبكم الغريبه ما تنساونيش باللايكات ديالكم. هاك تجي رائعه بحال هكا، تجي مزوقه. انا راه طيبت الاخرى ها هي كي جات، غنوري لكم كي جات طيبه بحال هكا. درت فوق غندير فوق السكر ونديرها في الفران، ندير السكر كلاصي من الفوق باش تجي زوينه بحال هكا. شتو هاك تجي هاي تجي بحال هكا. دابا غنمشي نديرها في الفران طيب وغادي نوري لكم الاخرى كي غادي ندير ليها. درت على 180 البنات وها الاخرى اخرى باش ما بغيتو تزوقوها. انا غندير فوق شي وحدين، غندير فوق من اللوز. انا درت فوق من اللوز الاخرينات تجي بحال هكا. مع درت جوج طاوات قبل وقلت حيت غندير وحده اخرى ومشاركه مع البنات. هادي ديال اللوز تجي بحال هكا، راكم عارفين الغريبه تجي بحال مشكا اش تنقولو حنايا. غندير فوق الويزات بحال هكا، درت اللوز نزيد شي وحدايت من اللوز بحال هكا. نتوما اي حاجه غديروها من فوق ومديروها. وغادي ندير معاها باش ما بغيتو تزينوه زينوه. انا عندي هادو باش
باش تنصاوب الحلويات زعما. واللي راك دوك تزرعين في الارض غنديرهم من فوقهم بحال هكا شي وحدين. بركوا عليها بصباعكم باش يلصق ما تتلصقش تطيح. و نسد هادي وعدي هاد البالينات هادو ها هما اللي بغيتو تزينو بيهم تا هما تيجيو زوينين. عدي فالغوز والصفر هاك تيكونو دايرين بحال هاكا. درت الماية ديال الحلويات باش نزينو داكشي وصافي بحال هكا. هاك تيجيو شتو تيجيو مزيوقين وزوينين. غادي نبقى غادي بهاد الطريقة تنساليهم كاملين ونشاركهم بنات. بعد ما ساليتهم بالتزيين كاملين هاهما كيجاو شتوهم تيبانو ليكم. كاينة اللي درت فوقها اللوز وخرين درت فوقهم هداك التزيين ديال الحلويات بحال هكا. والخرين راهم طايبين هما غنمشي ندير هادو تاهما يطيبو. وملي غادي يطيب كلشي غادي نشارك معاكم الشكل النهائي ديالهم كيجاو. وهادو هادو البنات اللي درت فيهم اللي درت ليهم ديك العصارة ديال الليمون. بغيتو تعمرهم بالكوفيتير عمرهم بالكوفيتير راه تيجيو زوينين. اي كوفيتير كان عندكم بحال هكا تعمرهم تيجيو راقين وتيجيو زوينين. هادو اللي درت ليهم ديك الحفيره معاكم بالعصاره زعما بالعصاره. ولا كانت عندكم نتوما شي زواقه اخرى ولا اللي بغيتو بحال هكا. ولا بغيتو ديروا فوقهم تا الشوكولاط ديروا فوقهم الشوكولاط. انا غنشوف واش باقي عندي الشوكولاط. لكن عندي الشوكولاط غادي نعمرهم بالشوكولاط. ها الغريبه ديالنا كتجي ما واعرش عدا المنايدر زوين بحال هكا. ها كتجي نقرب لحداكم باش تبان لكم تجي زوينه وفي نفس الوقت بزاف تتصاوبي. غادي نشوف واش باقا عندي الشوكولاط. ما تليت شريتو لولادي من شحال هذا معاهم. ما راكم عارفين الشوكولاط ماشي شي حاجه صحيه. باقي عندي شويه ديال الماتيلا غنوريكم كي غادي ندير ليها. قلت لكم لا بغيتو ديروا فوق الشوكولاط نتوما ديروا فوق الشوكولاط. هاي ديروا فوق الشوكولاط ولا ما بقاش عندي بزاف الشوكولاطه البنات. كان غادي نصاوبها غير بالكوفيتير مارميلاطه اش تيقولو الطاليان بحال هكا. ولاد اذا كان عندكم شي شوكولاط دقبوه. انا راه ما عندي ديال الشوكولاط في هاد القابيطه ولكن ما بغيتش نصاوب لهم بالشوكولاط. ما الشوكولاط ياكلو بزاف الشوكولاط راه ما زوينش بحال هكا تيجي. غادي الحساس تنقولو حنايا هاد القرعه كامله باش نخويها ونغسلها. كم عارفين هادوك ديال القرعه ديال الشوكولاط انا ما تنلوحهمش تنشدهم تندير فيهم داكشي ديال الكوزينه زعما وصافي. هادشي اللي كاين تسنى الطاوات الاخرى تطيب وغادي نوري لكم اش غادي نوجد الميريندا اش نقولو حنايا ميريندا ولا كوتيه كل واش تيسميها. هنايا في الطاليان تيقولو ميريندا زعما من ورا الغدا. كنا بغينا نمشيو لشي بلاصة البنات نشوي ليهم ونمشيو نخرجو. ساعتي اليوم عاطين الجو خايب ما زوينش هو ما خرجناش غادي نبقاو هنايا نبقاو في الدار. المهم بلا ما نبقى نبلبل عليكم
غادي نبقى غادي بهاد الطريقه تنكمل هادو كاملين، وملي غيطيبوا الاخرينات وغادي نشارك معكم، غادي نشارك معكم الغريبه ديالي كي جات. انا راه ما عزيزش عليا داك التزواق البنات والتكلفه اللي كانت عندي، تنشارك معكم حاجه بسيطه بحال دابا هاد الغريبه ما واعراش بزاف. المهم نتلاقاو من بعد البنات. انا بعد ما ساليت هاد الغريبه ديالي بحال هكا جات، درت هذيك بكوفيتير والشوكولات وهذوك زوقتهم بحال هكاك جاو، وهاد الفاز ديال الورد صيفطو دوزتي وطفلتي لبنتي، حكيت لكم عدها اليوم عيد الميلاد ديالها. شو شحال رائع زوين هاد الورد، درتو في هذاك الفاز مع الماء. وهذه هي التورته اللي صوبنا ليها بحال هكا، تجي رائعه رائعه. هاهي مكتوبه فيها طنطي غوري ساره، هي هذه اللي صوبتها ليها، يلا مشى جابها راجلي دابا. وهاد الغريبه الساهله اللي صوبت معاكم، وهذاك الفاز اللي قلت لكم، وعاد هذا صيفطوا لي البارحه تجابوه مول الورد صاونا، قال لك راه هذا ديال ساره وش الناس كنا مصيفطه ليها دوزتي وطفلتي. دابا غادي يجيو يديروا معنا ميريندا، حيت ما تيبغيوش يتصقروا، ما نقدرش نصقر لكم، مره نصقر لكم. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش باللايكات ديالكم، وبوسه كبيره لكم كاملين، وبسلامه عليكم. باي باي، بسلامه، باي باي.